حضرات السيدات والسادة، إن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تأتي في طالعة القوى الحية المنخرطة في الأوراش التنموية بالمغرب اقتصاديا واجتماعيا. الأحباب ديالكم كنعرفوا القتال اللي كتجي في بعض الطريقة تكون مدة أقصر، وخاصة هذه الظروف اللي عشناها مؤخرا ديال كورونا، واللي واحد العدد كبير منكم اللي ما قدرش يجي في هذه السنوات هذا، وكتكون عندهم مصالح ديالهم هنايا اللي كتعطل واللي كتأخروا لهذا. لا جزيكم بخير، الأبواب ديالنا ديال العمالة ديالنا مفتوحة ليكم، ونعاونكم فيها في إطار القانون، في إطار ما يفرضه القانون علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله بحول الله. وما يضحك عليه حتى شي واحد وما يبر به حتى شي واحد، وهذا في مصلحة ديالكم كاملين. إذا مرة أخرى كنقول لكم العمالة راه الإشارة ديالكم، العامل راه الإشارة ديالكم، السادة رجال السلطة كذلك، السادة المصالح الأمنية، المصالح كذلك ديال القضاء، المصالح ديال جميع المصالح ديال الإقليم راه الإشارة ديالكم. كمغاربة كمواطنين مغاربة لا فرق بيننا وبينكم، المهم هو أنكم تدوزوا الأيام ديالكم بخير وعلى خير. احتفال باليوم الوطني المهاجر طبقا للتعليمات الإسلامية لصاحب الجلالة وحده الله ونصره. شعار هذه السنة يكرس دور المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية، ودورهم في تنزيل وتفعيل النموذج التنموي الجديد للمملكة. وككل سنة تنظم مصالح عامات إقليم القنيطرة بشراكة مع المصالح الخارجية أروقة للمصالح الخارجية ذات صلة بأشغال وانشغالات المواطنين المقيمين بالخارج لتسهيل مقامهم في الوطن خلال عطلتهم الصيفية. معكم خالد الفرح، أستاذ وباحث في التاريخ عن الآثار، كنت ديال الفرنسية منذ تقريبا 30 سنة، مشينا للدراسة وتحصيل على العلم، والحمد لله نجحنا وشدنا رجال بلاصة ديال المهاجر. هذا اليوم كبير اللي حضرت فيه، لأن يوم المهاجر نقول لكم هذه أول مرة في التاريخ ديالي في دخول المغرب أنا كنحضر في اليوم هذا. اليوم مبارك، أنا ولد الدار البيضاء ولكن شرط أحضر أن نحضر معكم في القنيطرة زيارة أخت الوالدة ديالي هنايا. وكما كنقول دائما الاحتفال بعيد الام وعيد المراه وعيد الاب ما خصش يكون غير في مناسبه واحده مره في السنه، خصو يكون كل يوم. كنشوف ان صاحب الجلاله في جميع الخطابات ديالو منذ 2005 هو كيطالب الاهتمام بالجاليه، لان كنعرفوا الدور اللي كتلعبوا الجاليه من الناحيه الماديه والاقتصاديه والدفاع عن الوطن، لان كنشوف عاد السنه كما صرح مدير بنك المغرب ان الكميه الهائله ديال الاموال اللي دخلت الجاليه وفي فتره ديال كورونا وفتره الحجر الصحي كنشافوا الجاليه انها ساندت اخوانا في الداخل ماديا ومعنويا. دونك حنا كنطلبوا من هذا المنبر ديالكم وكنشكركم على الاستضافه، لان اول استجواب كنقوم به من نهار دخلت المغرب، دخلت على الاثنين اللي فات، كنشكركم وكنبغي هذا الصوت ديالكم يوصل لجميع المسؤولين خاصتهم عز اخ نور رئيس الحكومه، بان كنطالبوا بان الجاليه خاصنا نحتفلوا بها دائما الاهتمام بها، لان مرصد رزق للمغرب والاخص الاخص في الدفاع ديالها على القضيه الوطنيه في داخل الوطن وخارج الوطن. انا من الناس اللي كيجيو كل عام ولا كل عامين ولا كل ثلاث سنين، يجيو كيلقاو بحال تبنى ليهم في الدار ديالهم، ولا هاي واحد البنت صديقه صاحبتي او بو دو ان اون جات لقات السيد اللي بنى حداها كان باني ديجا، طلع واحد الحيط ما عرفناش كانت العماره مبنيه قبل العماره ديالنا، كانت العماره ديالو مبنيه قبل العماره ديالنا، لان هما كانوا سابقينكم، هما كانوا سابقيننا في الدنيا، نهار شرينا حنا ما كانش ديك الحيط. فعليا وجيسبيغ تكون شي حاجه من مور هذا الشيء كامل، ورانا الناس اللي خصنا نهضروا معاهم، ما كاين مشكل، ايزون بيان روسو، ايزون فريمون ايتي سوبر، ما كاين حتى شي مشكل دو سكوتي لا. حنا عندنا واحد الكاسريه انا عندي فيها بزاف لي بوتيك، كانت واحد الدوايا بوغ اون كيستيون دو سيكوريتي، جا السيد شرا ان بلاطو بيرو الفوق ودخلها عنده، صافي دير هرس هذيك لو تور هرسها وبناها كومبليتمون. فينا ما مشيوش حنا ونهرسوا هذيك ونقولوا لا كانت دوايا غادي تخليها دوايا، ولكن حنا اونبريفير فوار افيك الناس اللي مكلفين هما اللي غادي يقولوا لنا شنو غادي نديروا. المنبر السعيد اللي داروا الجاليه المغربيه مدينه القنيطره، وعلى صفته بانه انا معتمد على، يعني كنشكر الصحافه بعدا اللي استقبلونا وعطونا واحد عطانا واحد سميتو الكلمه، وكنشكرهم بزاف، كنشكر وسيم فيدالي الله يعاونو ويزيد نكمل عليه ويزيدو خير بخير ويزيدكم حتى نتوما الله يعاونكم. وغادي نقص راسي وغادي نرجع تيسويت بانه هذا بوش معاهم كان اللي كيدير ذكر الثورة الملك والشعب من 68 الان بدون مقابل، ولحد الان كاينه ذكرى الثورة الملك والشعب يوم 20 غشت فيها الدراري اللي كيلعبوا في مدينه القنيطره، كل شيء موجود، حتى حاجه ما بغاها، وبغاها الله سبحانه وتعالى يكمل عليكم.